إلى التفاصيل، أهلا بكم. حيث شهدت مديرية المعافر بمحافظة تعز صباح اليوم الأربعاء مظاهرات حاشدة لمساندة الجيش الوطني في مواجهة الميليشيات الخارجة عن القانون، وحمل المتظاهرون لافتات تدعم الشرعية وتساند الجيش الوطني في مواجهته مع المتمردين، وندد المواطنون بقطع العناصر الخارجة عن القانون لطريق تعز عدن مطالبين بفتحه والحفاظ على النظام العام. ولمتابعة هذا الموضوع دعوني استضيف معي عبر الهاتف طه مغلس، الصحفي من تعز. أهلا وسهلا بك معنا سيد طه. أريد أن أسألك في البداية عن الأسباب التي دعت هؤلاء المتظاهرين في تعز للخروج في عدة مديريات. طبعا خرجنا اليوم أبناء المواطن والمعافر إلى المسماء تنبيدا ورفضا لقطع الطرقات وكذلك للمنسنة وضد تقويض سلطات الدولة وضد من يحصلون جمع الدعوة إلى العنصرية والطائفية المقيتة ولكي نطالب بالأمن وتدمير القدرية والاقتتال وكذلك نطالب عدم دعم هذه الميليشيات الخارجة عن القانون. من هي الميليشيات التي تتحدث عنها سيد طه في حديثك هذا؟ يعني هناك قرى تتضررت من هذه من جراء تواجد الميليشيات. نعم، لكن من هي هذه الميليشيات التي تشير اليها؟ المتواجدة في البيرين وتمتد الى النجمة. طيب ما هي الأضرار من تواجد هذه الميليشيا على حد قولك في المناطق التي ذكرتها؟ هل أدت أو أدى تواجدها إلى الإضرار بالسكان والساكنين في تلك المناطق؟ الأضرار أن أدت هذه الميليشيا إلى قطع الطريق الرئيسي المؤدي إلى مدينة تعز والمتصل بالخط الرئيسي إلى عدن، مما أدى إلى يعني عرقلة المسافرين المصالح الناس. هل يعني هذا من كلامك بأن الطريق الرابط بين تعز وعدن مقطوع الآن ولا يستطيع المسافرون التحرك بحرية؟ نعم، هذه الطريق هي الكبيرة الرئيسية طبعا تعز، وكما تعلمون إنها محاصرة، وهذا الخط هو المنفذ الوحيد للكبيرة الرئيسية لتعز. نعم، يعني بين حين وآخر يغلقون هذه الطريق ما تسبب الأضرار للمواطنين. طيب إزاء كل هذه التوترات الجارية في هذه المناطق، كيف تنظرون إلى دور الوحدات العسكرية الموجودة هناك؟ ألا يفترض بها أن تقوم على تأمين هذه الطريق ومحاربة أي جماعات خارجة عن القانون تعمل على عرقلة السلم والاستقرار في هذه المناطق؟ طبعا نطالب نحن قيادة المحور قيادة محمد سعيد وكذلك قيادة اللواء 35 بإرسال الميليشيات وقطع الطريق، كون هذه الميليشيات يعني تابعة لأحد الأمرياء من اللواء 35 وهو المسؤول على أن ترفضه. نعم، في مصير عمليات اللواء 35. نعم، لكن سيد طه هناك أنباء تتحدث أن الزيارة الأخيرة التي قام بها حمدي شكري تأتي في إطار التوسط لإنهاء فتيلي أي صراع أو أي توتر في المنطقة بين الوحدات العسكرية وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في السابق. ما رأيكم من هذه التحركات أو بهذه التحركات؟ طبعاً التوتر أتى بسبب أن مدير الأمن المحافظة قام بتغيير مدير أمن السماسي وذلك لمصلحة الأمن. بدأت التوترات من تمرد المدعو عبد الكريم السامعي المدير السابق مدير الامن السابق مدير الشماتين، بعدها تداخلت الامور وانتجت ان هناك مخطط يراد بالفدريه ادخالنا صراعات فيما بيننا البين. نعم، اذا من حيث زياره اشكرك جزيلا. شكرا ناشط طه مغلس، كنت معنا من تعز.